نسأل الله تعالى السلامة. زلازل وعواصف وتلج، الحمد لله على قدر الله، الحمد لله على قدر الله. نسأل الله تعالى الخير، نسأل الله تعالى الخير. اللهم اجعله بردا وسلاما يا رب العالمين، اللهم اجعله بردا وسلاما يا رب العالمين، اللهم اجعله بردا وسلاما يا رب العالمين. لا إله إلا الله. بس عايز اقول لحضراتكم يا جماعه، يعني اللي انا بشاور عليه بصباع ايدي ده اسفلت، وده طريق عمومي دولي. يعني هو في سيارات، اذا كنت حضراتكم شايفين الاضاءه من بعيد كده، ده طريق عمومي دولي اللي هو بيودي انقره وبيودي الاماكن اللي حصل فيها الزلزال وكده. طبعا للاسف الطرق كثافه التلج شديده جدا 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 يعني، فحتى مع الضباب الطريق مش بعيد، الطريق قريب، بس مع الضباب مع التلج او مع الشبوره ومع التلج، فالرؤيه تكاد تكون منعدمه شويه. طبعا جرافات التلج بتاعت البلدية في تركيا في اسطنبول، جرافات التلج الآن بدأت تشتغل حالا اهو، طبعا في ظل العاصفة التلجية الشديدة جدا، فبدأت جرافات التلج تشتغل يعني لتشغيل الطريق أو لإفساح الطريق شيئا ما يعني. طبعا حضراتكم شايفين السيارات تحت اكتست بالتلج تماما يعني، فاللي جايه دي بقى جرافات التلج، هي بتحاول الى حد ما ان هي يعني تفتح الطريق شويه، بس طبعا في ظل ان لو التلج ارتفع او كثافه التلج اشتدت، فهي طبعا لن تسمن ولن تغني من جوع، يعني مش هيكون لها فايده لو التلج، لو العاصفه اقصد اشتدت عن ذلك شويه يعني لو العاصفه اشتدت عن ده، فطبعا هيكون الامر شبه مستحيل مع الجرافه انها تقدر تعمل حاجه يعني، خاصه وان هم حتى الملح، يعني في ماده كده البلديه في تركيا بتحطها على الطريق عشان تسيح التلج، هي خلاص الماده ديت مش فقدت مفعولها، لكن اصبحت ليس لديها القدره على ان هي تجعل التلج في حاله ذوبان بسبب الكثافه اللي التلج بينزل بيها. وطبعا بالطريقه دي هو مش كثيف، يعني هو طبعا بالطريقه دي مش كثيف خالص، يعني هو دلوقتي في حاله ما دون المتوسط كمان، لان العام الماضي لما كان في تلج كثيف كان الوضع صعب جدا، يعني كان الوضع صعب جدا في كثافه التلج، وكان اغلاق كامل لكل الطرق لمده 3 ايام تقريبا، ما حدش حتى عارف ينزل من باب بيته، فضلا بقى على ان التلج يعني ارتفع عن مستوى السيارات ذاتها، يعني مستوى السياره مثلا لاعلى من الباب بشويه كده، فوق الباب بتاع السياره التلج كان من الارض لمنتصف واعلى من منتصف باب السياره. فنسال الله تعالى التسهيل يا رب العالمين، وربنا يجعلها يا رب بردا وسلاما على كل اخواتنا في كل مكان يا رب العالمين، خاصة إخواتنا اللي في الأماكن اللي في الولايات التركية اللي حصل فيها الزلزال، فنسأل الله عز وجل إن ربنا يا رب يجعل عليهم بردا وسلاما. فوالله يعني كنت بتابع الأوضاع هناك، فحاجة يعني الحمد لله على قدر الله على كل شيء، لكن تلج وعاصفة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وسالب 2 و3 و5 مع هواء شديد جدا، وطبعا صعب ان يروح يقعد في بيت او في مبنى تحسبا لاي رد هزة ارتدادية مرة اخرى، فكانوا قاعدين في الشارع يعني في جناين، شايفين حضراتكم الجناين دي كده، كانوا قاعدين في جناين زي دي، وما زالوا حتى الآن قاعدين في جناين بهذا الشكل، يعني جناين التلج فيها غير طبيعي. طبعا أنا بصور لحضراتكم من الشباك زي ما هو واضح، وطبعا لابس تقيل جدا، بس مش قادر أتحمل، يعني أنا مش قادر أتحمل، فربنا يا رب يجعلها بقى على الناس اللي قاعدة في الشارع في تركيا وسوريا وفي كل مكان من اللي حصل فيهم اللي حصل، ربنا يا رب يجعلها عليهم بردا وسلاما، وينزل نسمات رحمته عليهم يا رب العالمين، ويهونها عليهم يا رب، يا رب هونها عليهم، يا رب يا رب هونها عليهم. فالوضع يا جماعة هو بيزداد للأسف 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 بيزداد في العاصفة حتى، و
وبيزداد الاعداد اللي انتم حضراتكم طبعا بتشوفوها في النشره، خاصه على قناه الجزيره وعلى غيرها من القنوات وعلى قناه تيرا تي التركيه. الوضع بيزداد بشكل غير طبيعي. انا يعني ايديا تجمدت والله، يعني ايديا تجمدت تماما يعني الوضع ده. الوضع اللي حضراتكم شايفينه ده، اخواتنا في سوريا وفي تركيا في المدن جنوب تركيا قاعدين في الشارع في وضع زي ده، ومدارس وحاجات بدات ومساجد وكل حاجه بدات تفتح، لكن برضه في الاخر ما هوش بدرجه ما انت في بيتك، يعني انت مش في درجه ما انت في بيتك. نسأل الله تعالى السلامة، زلازل وعواصف وتلج. الحمد لله على قدر الله، الحمد لله على قدر الله. تركيا يا جماعة، تركيا. العاصفة الثلجية بتشتد جدا 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 جدا. وطبعا كان حضراتكم يعني المكان اللي لسه ده اسفلت، بس هو خلاص يعني اكتسب الثلج تماما يعني. يا رب العالمين، ربنا يجعل عليهم بردا وسلاما يا رب العالمين، وتمر عليهم وعلى المسلمين في كل مكان مرور الكرام. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا من رحمته نصيبا يا رب العالمين.